بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد واله الطيبين الطاهرين كما وعدناكم اعزائي يمكن استقبال اسئلتكم والاجابه عليها على القدر المستطاع وقبل ذلك يتم تقييم السؤال هل يمكن ان يرد هكذا نوع من الاسئله وزاريا انا اقول لك هذا السؤال اللي وردني على الخاص طبعا لا أعرف من الذي أرسل لي هذا السؤال سؤال على الخاص على الواتساب لشخص لا أعرفه ولا أعرف من صمم هذا السؤال إذا للأمانة العلمية ما أعرف من اللي دز السؤال ومن مخترع هذا السؤال ولكن واجبنا أن نجيب طلبتنا الأعزاء عن أسئلتهم إذا السؤال أعتقد أنه فوق مستوى الوزاري ولكن لا بأس أن نتطرق إلى الفكرة التي سيتم حل السؤال على أساسها السؤال إذا كان X زائد اي يساوي جذر ثلاثة زائد أربعة آي على 2 زائد آي اثبت أن أكس تربيع زائد واي تربيع الكل تربيع يساوي خمسة زين إذا في بادئ الأمر لازم أجي أبسط داخل الجذر إذا هنا رح أجي أقول جذر او الجذر راح اعوفه على صفحة اذا راح اجي اقول ثلاثه زائد 4 اي على 2 زائد اي خلي نضرب البسط والمقام بمرافق المقام خلي الرجعه الى ابسط صوره وبعدين اجي اشوف شلون اتعامل وياه. المقام اكيد راح يصير عندي 4 زائد 1 اللي هو 5. اذا مباشره مربع الحقيقي زائد مربع التخيلي. 3 في 2 6 3 في سالب اي هذا سالب 3 اي 4 اي في 2 هذا راح يصير عندي 8 اي 4 اي في سالب اي سالب 4 اي تربيع اللي هو موجب 4 6 زائد 4 10 على 5 هو 2 سالب 3 اي زائد 8 اي 5 اي على 5 اذا معناها الجواب يساوي اي اذا هذه المرحله الاولى المرحله الثانيه صار عندي هسه السؤال السؤال اصبح بالصوره التاليه كانه دا يقول لي اكس زائد واي اي هذا يساوي شنو يساوي جذر 2 زائد اي اكيد دا تفكرون مثلي بان اريد اتخلص من الجذر اذا لا باس ان اقول بتربيع طرفين اذا راح يصير عندي اكس زائد واي اي الكل تربيع هذا يساوي اثنين زائد اي مربع حدانية اذا راح يصير عندي اكس تربيع زائد شنو هو؟ اثنين اكس واي اي زائد شنو زائد واي تربيع اي تربيع اذا هذا شيء يساوي؟ اذا هذا راح يصير عندي اثنين زائد اي. يعني ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي اكس تربيع ناقص واي تربيع زائد شنو؟ زائد اثنين اكس واي اي يساوي اثنين زائد اي. آه وصلنا للجني لو بعد، لحد الان الامور طبيعيه جدا، ولكن الجني في هذا السؤال شلون اوصل الى الاكس تربيع زائد واي تربيع. شلون تجيني الفكرة الفكرة بأن رح أخذ مقياس الطرفين رح أخذ مقياس الطرفين يعني هنا رح أقول عليه مقياس الأر وهنا رح أقول عليه مقياس مقياس العدد المركب هو جذر مربع الحقيقي زائد مربع التخيل إذا معناها راح يصير عندي جذر مربع الحقيقي من هو؟ هو إكس تربيع ناقص واي تربيع تربيع زائد مربع التخيلي هو أربعة إكس تربيع واي تربيع إحنا مو عندنا مقياس العدد المركب. إذا كان العدد المركب Z يساوي X زائد واي فإن ال R اللي إحنا نسميه مود Z اللي إحنا نسميه هنا مقياس Z هذا شنو قانونه؟ قانونه جذر مربع الحقيقي زائد مربع تخيلي. إذا هنا الحقيقي هو أكس تربيع ناقص Y تربيع والتخيلي هو 2XY إذا هذا ربعته وهذا ربعته زين مقياس الطرف الايمن هذا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير جذر مربع الحقيقي اربعه ومربع التخيلي اللي هو معامل اي واحد مربع الواحد واحد. زين بتربيع الطرفين الجذر راح يروح يعني ايش راح يبقى عندي هسه؟ راح يصير اكس تربيع ناقص واي تربيع تربيع زائد اربعه اكس تربيع واي تربيع يساوي جذر خمسة تربيع اللي هو خمسة زين خلي أسوي مربع حدانية يعني معناها أكس أس أربعة ناقص اثنين في الأول في الثاني زائد مربع الحد الثاني زائد شنو هو زائد أربعة أكس تربيع واي تربيع يساوي خمسة أجمع الحدود المشابهة إذا راح يصير عندي أكسس أس أربعة زائد اثنين أكس تربيع واي تربيع زائد واي اس 4 هذا يساوي خمسة اذا هذا عندي مربع كامل حدوديه ثلاثيه حديها الاول والثالث موجبين الحد الاوسط 2 في جذر الاول في جذر الثالث يعني راح اخذ من الاول جذره من الاوسط اشارته من الثالث جذره الكل تربيع يساوي خمسة اذا تم المطلوب يقول لي هنا اثبت ان اكس تربيع زائد واي تربيع الكل تربيع يساوي خمسه ان شاء الله تكون الطريقه واضحه لديكم، طبعا توجد طرق اخرى لحل هذا السؤال واعتقد هذه الطريقه هي الطريقه الاوضح، اذا يمكنكم اعزائي الاشتراك بقناتي على التليجرام حسب المعرف اللي موجود امامكم والتواصل معي على رقم الهاتف اللي موجود امامكم او صفحتي الشخصيه على التليجرام. والاشتراك على قناتي على اليوتيوب اذا ننتظر تالقكم ونجاحكم باذن الله في امان الله